السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة محرجة. زي ما تعودنا مع حضراتكم بنفتح مع حضراتكم كل المواضيع المثيرة وبنناقشها بكل جرأة ووضوح. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل سيدة وهو منتشر في الآونة الأخيرة. النهارده هنتكلم عن موضوع بيقلق كل النساء الحوامل وايضا اثره بعد هذا الحمل وبعد الولاده. موضوعنا النهارده اللي هنتكلم فيه هو النزيف في الحمل والولاده، وهنناقشه مع ضيفي الكريم دكتور عاطف عبد الحفيظ استشاري النساء والولاده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك فندم. دكتور عاطف، بداية عايزين نعرف او نعرف سادة المشاهدين ايه مفهوم كلمة النزيف؟ هو اذا كنا هنتكلم عن الحمل هو مش مفترض ان اثناء الحمل ان يكون في نزول دم على الاطلاق. على فكره امتى اقول ان ده نزيف؟ يعني هو اي ليه المصطلح هو يعني اي نزول دم يبقى نزيف اثناء الحمل، انما غير الحمل ده قصه ثانيه. انما اثناء الحمل اي دم بينزل بنسميه نزيف مع الحمل. نزيف بقى بسيط، متوسط، شديد، يعني ده قصه ثانيه. انما هو اساسا اثناء الحمل مش مفترض خالص نزول دم. ليه مش مفترض نزول دم؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما النطفه بتبقى جوه الرحم في المكان المكنون بتاعها، المكان اللي هو بيبقى عميق، والعنق بيتقفل، فلما العنق يتقفل اي حتى تغيرات ممكن تحصل بسيطه مش متوقع انها تعرف تعدي من العنق. فالنزيف ان عشان يجي من الرحم مش متوقع. انما لو في نزيف في المهبل جاي، نزيف نتيجته يعني ان هو موجود في المهبل، ده بقى موجود كمان حتى من غير الحمل بقى. يعني في واحده ست الاجتماع مع الزوج مثلا بينزل دم حتى من غير هي ما تكون حامل. بتهرش نتيجه التهاب شديد جدا، خصوصا الناس اللي عندهم سكر والتهابات فطريه ما بتعالجش، ممكن ينزل دم. في ناس عندها فيروسات، في حاجه اسمها كوندايلوما كده، بتبقى عامله زي الارنبيط كده، حاجه كده بتطلع تبقى فيروس برضو دي كده، بس دي مش مرتبطه بالحمل، ممكن تكون مع الحمل وغير الحمل. انما في الحمل مش مقبول نزول دم. مش مقبول. نزول الدم بقى اثناء الحمل ليه اسباب. عايزين نعرف اسبابها يا دكتور، يعني وعايزين نعرف برضو اذا كان يعني ازاي الست تقدر تفرق ما بين الاجهاض ولا اذا كان ده حمل خارج الرحم. الحمل خارج الرحم النزيف بتاعه بيبقى عاده نقط دم ومعاه الم. نتكلم عن اسبابه الاولى يا دكتور، اللي هو انه يبقى في حمل في على مستوى الانبوبه او على مستوى المبيض او خارج الاثنين، انما مش في الرحم من جوه. الرحم ده وعاء، اي حاجه جواه تبقى داخل الرحم. تمام. اي حاجه بره تبقى خارج الرحم. وحتى الوعاء في اطرافه يعتبر برضو خارج الرحم، يعني لو في طرفين الوعاء من فوق عند مدخل الانبوبتين لو في حمل برضو يبقى خارج الرحم، لو عند العنق تحت برضو يعتبر خارج الرحم ولو ان هو على اطراف هذا الوعاء. انما جوه الانبوبه بقى في المسافه اللي جوه او في المبيض، يعني في تكوينه المبيض في البيض اللي هو المبيض او في السائل اللي هو حوالين الرحم اللي موجود او الاغشيه في المكان ده، ده كل ده بيسموه حمل خارج الرحم. خارج الرحم. الحمل خارج الرحم النزيف بتاعه بيبقى بسيط قوي. العيانه ما بتروحش للدكتور عشان النزيف، العيانه بتروح للدكتور عشان في الم. يعني وارد ليه صفات وارد انه ما ينزلش نزيف في الحمل لا ما يبقاش نزيف، هو نقط دم. نقط دم معناه ان هو ان الحمل المفروض ما يكونش معاه نزول دم. يعني في ناس يقولوا حتى لما البويضه تيجي تتحط مكانها ينزل بعض الدم البسيط، ده كله كلام ما بنشوفوش كلام. انما الـ 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 الحمل خارج الرحم ممكن ينزل نقط دم، بس العينه ما بتروحش عشان الدم، العينه بتروح للدكتور علشان الالم. والالم بيبقى اذا كان مثلا على الشمال بيبقى مميز شويه. ليه؟ لان هو العليمين اوقات الدكاتره بيخطئوا وبيعتبروه زايده مثلا. ممكن يعني العينه تخش على اساس انها زايده وهي مش زايده. انما على الشمال بيبقى واضح ان في حاجه، وخاصه لما العيانه بتعمل تحاليل وبتعمل سونار وبيثبت ان المفروض ان التحليل يقول ان في كيس حمل خارج وبالتالي لازم يكون جوه الرحم. احنا بقى مش شايفينه جوه الرحم، هو خارج الرحم. هو خارج الرحم. وبعدين بعد ما نعمل التحليل الرقمي
بعد 48 ساعة الدكتور بيطلب تاني تحليل رقمي، يلاقي ان الرقم ما بيزيدش بمقدار الضعف، يعني مثلا قدر طلع 1500 او 2000، المفروض بعد 48 ساعة يدي مثلا 4000، ده للحمل السليم. طب بيديني مثلا كان 2000 بقى 2500 2400، لا هو حمل بس ده مش حمل طبيعي. هي دي الحاجات اللي بتخلينا في الاخر نقول ان في حمل خارج الرحم. الالم الشديد بس في جنب من الجنبين، من الجوانب ونزول دم، وبيبقى دم بسيط. زي وان الرقم بتاع التحليل ما بقاش رقم بيتضاعف، اللي هو اللي هو الرقم بتاع الحمل الرقمي يعني. تمام. العدد يعني ما بيتضاعفش كويس يعني. تمام. اقل شويه من يعني. دي كلها اعراض مع بعضها. ده للحمل خارج الرحم. ده الحمل خارج الرحم. تمام. عن الاجهاض بقى. الاجهاض بقى الحمل اللي هو المقصود بالاجهاض، اي حمل ينزل قبل 6 اشهر بنسميه اجهاض. اي حمل. حمل بقى 6 اشهر يا دكتور. في حمل بقى بيبقى صغير اللي هو نظام الاسابيع الاولانيه، في حمل بيبقى بيسموه زي ما مستات البلدي بيسموها رامي، يعني بيبقى عيل طفل بس صغير اقل من 6 اشهر برضه بيعتبروها سقط. انما بعد كده بعد المرحله دي بتبقى يا اما ولاده مبكره لحد 37 اسبوع، يا اما من 37 ل 40 اسبوع بتبقى الولاده. انما ما بتبقاش سقط. تمام. مش اجهاض. يبقى الاجهاض ليه حدوده. ليه حدوده؟ انه اخر الخامس مثلا يبقى اول السادس كده مقصود بكده. السقط بقى الدم بتاعه عاده مرتبط بالم، بس الم بيبقى في النص. اللي هو الحمل جوه الرحم وبس غير سليم، وفي نوع من الاجهاض هيحصل. وانواعه كتيره. يعني ايه انواعه كتيره؟ يعني في حمل او اجهاض بيحصل بيسموه اجهاض مثلا منذر. يعني ايه منذر؟ يعني دم قليل برضو زي الدم بتاع الحمل خارج الرحم، بس الالم بتاعه في النص. دكتور بس ده بيكون في الاسابيع الاولى من الحمل. في البدايه الاجهاض المنذر ده بيكون في الاسابيع الاولى من الحمل. تمام. وده عاده بيتعالج بالتثبيت والعلاجات، والسيدات عارفين الكلام ده. في حمل بقى بيبقى في اجهاض بيسموه اجهاض اللي هو المنسي. يعني ايه؟ يعني واحده ست حامل ما بتروحش للدكتور، جت طبعا. مره عملت سونار طلع بقى ايه ان هو المفروض يكون 10 اسابيع، لا الاشعه بتقول 8 او 7، لا يبقى ده حمل، ده اجهاض بس مركون يعني جوه الست. طب دكتور سؤال كده، هو انا كنت اعرف حد يعني مراته كانت اللي هو بتعمل اجهاض المنذر ده، والدكتور اللي راحت له عمل لها سونار مهبلي، وهو قاله بعد كده ان هو السونار ده اللي خلى البيبي ينزل. لا ده وهم بيبقى مسيطر على العيانين. دي فوبيا. دي العينين كلهم بيعتقدوا ان دخول جهاز السونار المهبلي جواهم لو حصل المضاعفات يبقى هو الجهاز هو اللي عمل الكلام. ده السونار المهبلي ده ليه برضو شروط. والمفروض الدكتور بيدخل حوالي 4 سنتي من بدايه من الجهاز. ما برضو ما بيدخلش مسافات طويله. والجهاز ده بيبقى عليه جل، والجل عليه جوانتي، والجوانتي او اذا كان كوندوم ده اللي هو العازل الطبي وعليه برضو جل تاني. فالمفروض ان هو غير مؤلم للست، وملوش علاقه خالص بان الست لما تعمل سونار مهبلي يحصل اجهاض، ملوش علاقه خالص. بس دي السيدات خصوصا الناس القدام. يعني انا ايام زمان في اول التمرينات كنت من اول الناس اللي جابوا سونار. كان في منظر عندي بيحصل كتير قوي، ابص الاقي راح باب العياده اتفتح، باب الاوضه يعني اتفتح، وجت واحده ست ضخمه كده تمسك السيده من وهي نايمه على السرير من صدرها كده من هدومها، تشيلها كده تشيلها شيل، تقول لها انت جايه تعملي اشعه عشان تسقطي. ما انا ايام زمان ما كانش لسه ابتكروا المهبلي. كنا بنعمل عن طريق البطن، تقول الست اشربي 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 ونعمل عن طريق البطن. يعني ما كناش نعرف حتى يعني المهبلي ده، احنا سمعنا عنه بعد سنه 87 في مصر حتى كلها. أيوة. يعني انا بتكلم على مستوى الدوله بحالها. انما الثقافه برضه انما احنا ما كناش نعرف. انما الناس كانوا كده، كانوا بيعتبروا السونار حتى عن طريق البطن بيسقط. فكان يعني انا شفت المنظر ده حصل عندي. ثقافه عند الناس خاطئه يعني. طب دكتور عاطف، ايضا من الاسباب التي تؤدي للنزيف المهبلي التغيرات التي تحدث في عنق الرحم، كلمنا عنها دكتور. هو ما فيش حاجه اسمها تغيرات تحصل في عنق الرحم. هو في عنق رحم يعني بيبقى منقبض وجامد، وفي عنق رحم بيبقى مفتوح، بيبقى على هيئه قمع كده. اللي على هيئه قمع ده علاجه الربط، عمليه الربط في اواخر الشهر الثالث او شهرين كده، شهرين ونص، في ناس مختلفين يعني. انما هو يربط العنق. ودلوقتي حتى قالوا ان الكلام ده كلام مش مظبوط، قالوا لا ده احنا نقيس العنق اذا كان اقل من 2 سم ونص نربط،
لو وصل 3 سنتي ومفتوح حتى برضه ما نربطش، وده كلام كده. انما الدكاتره كلها بتعمل انها مجرد ان العيانه سبق انها ولدت ولاده مبكره او اجهضت، بس الاجهاض حمل نزل سليم وبعدين مات، بيعملوا ربط للعنق. هو ده المرتبط بالعنق. في بقى بعض الحاجات المرتبطه بالعنق تنزل دم، ممكن اي وعاء دم صغير زي شعيرات، ممكن يكون اللي احنا كنا قلنا في البدايه ان في التهاب فيروسي ووصل للعنق، خصوصا مع الاجتماع. يعني الحاجات دي وارده. طب دكتور، اثناء الجماع او العلاقه الحميمه قد تحدث التهابات مهبليه، يعني هل قد تؤدي ايضا الى نزيف؟ لا، هي الالتهابات المهبليه مالهاش دعوه بالنزيف. يعني احنا بنيجي ناخد الالتهابات المهبليه، نقول الالتهابات المهبليه اعراضها مثلا افرازات، والافرازات مثلا لها رائحه كريهه، وفي حكه جلديه، وفي احساس بالتقل برضه ممكن يبقى موجود. انما نزول الدم ده مرتبط بوعاء دموي هيفرقع فهينزل دم. انما قطع عيانه ليها ضوافر وفي حكه وهرشت جامد او فتعور نفسها عادي زي اي جرح يعني. انما ما مش لازم في نوع من الالتهاب يؤدي، الا الالتهاب الفيروسي بقى اللي هو اللي مجرد حد يلمسه ينزل دم. التهاب فيروسي؟ فيروسي بيحصل ازاي دكتور؟ ده عاده عدوى. عدوى من الرجل؟ عدوى من الرجل. يعني دي عدوى جنسيه؟ عدوى من الحاجات اللي بين الزوج والزوجه. طب دي بتيجي منين يا دكتور للراجل اصلا؟ والله احنا عاده بنقول للست عندك، يعني احنا ما بنعرفش بتيجي ازاي، انما بتيجي من الزوج والزوجه، او هي عندها لبسه هدوم حد بتاع مشاكل اللي هي من نوع الحاجات اللي زي دي. تمام. يعني ما بنقدرش نحكم، احنا بنعتبر بتوع الجلديه عاده عشان يعالجوا الحاجات البرانيه بس. تمام. في كده نوع من حاجه اسمها بودوفيلين ريزن 30%، حاجه كده بتتحط كده يعني، انما ما بنتعالجوش يعالجوا. احنا عاده بقى بنهرب ازاي؟ نعمل قيصريه. لان مشكله الفيروس ده انه بيأذي العين بتاعت الطفل وهو نازل، واحنا ما بنعملش زي ايام زمان. ايام زمان كان العيل اللي بينزل بمسمار كده، ازاز كده او مرود، كنا بنسميه مرود ازاز، كنا بنجيب دهان كده او نترات كده وحد كده يفضل، وكنا بنمسح كده الجفن بتاع العيل عشان الفيروسات دي ايام العدوى اللي كانت منتشره. دلوقتي ما بنعملش الكلام ده. تمام. فبنريح دماغنا نفتح قيصريه عشان نبعد عن المكان اللي ممكن يؤذي عين العيل. تمام. دكتور عاطف، ايضا من احد الاسباب اللي قد تؤدي للنزيف المهبلي وهو انفصام المشيمه، معناها ايه يا دكتور الاول؟ هو المفروض ان الخلاص او المشيمه ليها مساحه، في المساحه دي بيبقى هي والرحم بينهم مسافه، اللي هو عشان الاوعيه الدمويه تنقل الدم والاكسجين والجلوكوز والانسولين، الحاجات اللي بتنقلها من الام للطفل. الحاجات ديت كلها المسافه دي المفروض انها ليها برضو مستويات، وليها برضو مرتبطه بتطور الحمل. تمام. وفي وقت معين مثلا ما تزيدش عن 2 سم وحاجات كده يعني، ده في السونار. في وقت معين بيحصل مثلا اجتماع بطريقه مش مظبوطه، يعني شديده شويه، واحده وقعت على ظهرها اتخبطت، واحده ضغطها عالي شويه ففرقع عرق، يعني ان هو مثلا شعيرات او حاجه فرقعت. الحاجات دي كلها بتخلي الجزء من المشيمه يبعد عن بعضه. حظ الست كويس لو الانفصال ده جوه في وسط المشيمه، لان عاده ما لا بيعرف ينزل من تحت ولا بيعرف يطلع من فوق الدم، فيعني الدكتور يشخصه يديله علاج ما بيزدرش عن كده. تمام. وطبعا يعرف السبب، يدور على السبب. تمام. الحظ بقى لما بيبقى ناحيه تحت، ناحيه الجزء الاسفل من المشيمه، فيبتدي بقى الدم يتسرسب ورا الاغشيه اللي مبطن الرحم لحد ما توصل للعنق، وبعدين تخرج من العنق. فنبتدي ندور بقى ده في دم نازل، ايه السبب؟ السونار هو اللي يقول ان في انفصال او ما فيش انفصال. طب دكتور، هل العلاقه الحميمه وارد او جايز، يعني عادي طبيعيه اثناء الحمل؟ انا بسمع ان في دكاتره بتمنع الزوج عن زوجته اثناء الحمل. لا، مفيش كده. او على الاقل في الاسابيع الاولى. لا، مفيش حاجه اسمها كده. هو في حاجه اسمها تاريخ مرضي للعيان، يعني قدر العيانه دي عروسه لسه جديده متجوزه، يعني لا سبق سقطت ولا ولا ولا. طيب. وما عندهاش امراض معينه وما عندهاش مشاكل معينه، وفي بدايه الحمل اتعمل سونار، الامور كلها كويسه، مفيش عندها مشاكل. لو قلنا ان الزوج ما يجيش جنب زوجته يبقى ده كلام مش كلام علم، ده كلام بس زي الستات الكبار لما بيقولوا لبناتهم. هو ده حرصك بس؟ انما احنا بنريح دماغنا بقى اجتماعيا. بنعمل ازاي؟ نقول للزوج كلام واضح كده، يعني خفف بس وخلاص. انما ما اقدرش اقول له لا ما تجيش جنب مراتك، لان اصل ما فيش سبب يمنع. ما اقدرش اقول له سبب ايه اللي عندي؟ ما انا ما عنديش سبب.
انك مثلا خايف على الجنين او من العلاقه الشديده شويه دكتور، ما احنا ممكن بنخفف، تعمل ما هو نزيف. التخفيف ده المقصود في العدد والطريقه، في العدد والطريقه والاسلوب. يعني ده، ما هو ده المقصود، والازواج بيفهموا الكلام ده وبيتعاونوا يعني. تمام دكتور، في حاجه بتسمى بالاوعيه المتقدمه. يعني نعرفها لسادة المشاهدين. هي ليها اسم الاول انجليزي كده غريب اسمها فازا بريفيا. دي مصيبه من مصايب الاوعيه الدمويه. دي حاجه كده ليها سببين، يا اما المشيمه وعاده الموجوده مع المشيمه المنخفضه، شويه اوعيه دمويه كده يهربوا ويبقوا ناحيه العنق، ولاي سبب من اسباب او بذل مجهود او يتفتحوا ويبقى فيه نزيف، ما بقاش عارفين النزيف جاي منين. الاوعيه الدمويه دي بتاعت السيده نفسها المرتبطه ولا ما هي اصلا، لا بتاعت المرتبطه المشيمة. المرتبطه بالرحم نفسه، بالمشيمه والرحم، الحته الفراغ اللي بينهم، السبيس اللي بينهم ده، يبتدي بقى ايه الاوعيه الدمويه دي تخرخر بقى. في يعني اوعيه دمويه اكثر خبثا من ذلك، اللي هم ايه بقى؟ بيبقى اوقات المشيمه جزئين، جزء امامي مثلا وجزء خلفي، ودي نادره برضو بس موجوده. تمام شوف، وبعدين العينه بينزل عليها دم واحنا مش عارفين ايه السبب. المشيمه الاثنين واطين شويه بس مش واطين لدرجه ان هم يعني يعملوا نزيف، مش قافلين العنق مثلا، لا بيعاد برضو شويه. أيوه. لو ان اوقات بيبقى ما بين المشيمتين اللي هو جزئين يعني، او الاثنين الفصين يعني هنسميهم، في اوقات اوعيه دمويه مرتبطه رابطه الاثنين ببعضهم احنا مش شايفينها، اللي بيشوفها الدوبلر بقى، اللي هو الجهاز اللي بيشوف دخول وخروج الدم، يدي لون للدم اللي داخل ويدي لون للدم اللي خارج. هو مش هو بيدي احمر وازرق، بس هو مش مرتبط بان ده دم مؤكسج وده دم مش مؤكسج، ده دم زي ما بنقول فاسد وده دم لا لا، مش هو ملوش علاقه بكده، وبس بيدرس اللي داخل مثلا لونه ازرق، اللي خارج لونه احمر او العكس يعني. تمام تمام، بس مش اكتر من كده. تمام. طيب دكتور، ازاي لما بتيجي لحضرتك مريضه في العياده او مصابه بهذا النزيف، بتبدا تشخص ازاي الحاله؟ هل بتعمل فحوصات؟ هل بيكون في اختبارات دم، اشعه معينه بتطلبها منها؟ هو اي كلمه نزيف دي كلمه تخوف يعني اثناء الحاله يعني، يعني ما تخشليش عيانه مثلا شايلينها واصلها عشان عندها نزيف شديد واقبلها، انا ما بقبلش الحاجات دي. لازم تروح مكان فيه بنك دم، تحط تحت الملاحظه، والطبيب اللي هيعمله انا هيعمله هناك واحسن مني، بس هو عنده بنك دم يقدر يديها دم في وقت النزيف. عشان لو عشان كده التعامل مع الحالات دي المفروض انها دي حالات مستشفيات، وحالات مستشفيات فيها بنوك دم، مش مستشفيات عاديه كده يعني مجرد مبنى كبير وفخم وشويه رخام لا، مستشفى فيها امكانيات بنك دم. دي حاجه مهمه. انا عشان اشخص اسباب نزول الدم، انا اللي عندي ادواتي ايه؟ الكشف المهبلي والحاجات زي كده الناس مش ما بيقبلوهوش، الكشف اللي هو بالفحص يعني، محدش بيقبله. ليه؟ انما ممكن السونار ما حدش بيقبل نحط اله او تبص او تشوف يعني، بيبقى كده هو ممكن طبيعي يعني. ممكن واحد يبص من بره كده، يبص كده، انما هو السونار بيبقى اكتر دقه، خصوصا لما يكون في دم كتير، مش معقوله يعني هيبقى في حته خدش كده بره اكيد يعني. لا طبعا، الا اذا كان في بقى مشاكل او وقوع او مشاكل. فبنشوف بقى مثلا بالسونار، السونار سحر في النقطه دي، لان هو اللي بيشخص مثلا دي مشيمه منخفضه، دي مشيمه منفصله، ده عنق مفتوح اكتر من لازم، واحتمال يكون وعاء دمه اتقطع كده يعني، في اسباب كده يعني. دي وسيله، اسباب بقى نعرف اسباب تانية، ممكن ندور على اسباب تانية. زي ايه؟ زي ان يكون في مثلا مشاكل في السيوله عند السيده. يعني الست مثلا السيده دي عندها سيوله في الدم. دي بقى نعرفها ازاي؟ بالتحاليل وبصوره الدم الكامله. تمام. كمان حاجه ظهرت وظهرت دي اخيرا وواضحه قوي، وما اعرفش انا مش عارف حاجه ليها اسباب لحد دلوقتي، ان ناس كتيره جدا بدا صفائح الكرات الصفائح الدمويه عندها يبقى قليل. الهيموجلوبين؟ لا، الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه المفروض انها من 150 الف ل 450 الف. مش ممكن تكون نتيجه تغذيه غلط يا دكتور؟ لا احنا يعني انا ما اقدرش اقول لك ان التغذيه، طب ما هو التغذيه الغلط تعمل انيميا زي ما احنا متعودين، انما تعمل في الصفائح دي لا. ان الصفائح دي حاجة كده يعني ظهرت أخيرا، وهي موجودة من زمان. مش معروف لها علاج طيب؟ أو سببها إيه؟ هي علاجها يعني في أماكن، وفي دلوقتي عيادات اسمها عيادات أمراض الدم. بيتعاملوا مع الحاجات دي إزاي؟ ما بيتعاملوش معاها بالحديد يعني، مش بيدوا العينة حديد فالأنيميا تتصلح فالصفائح الدم تتصلح، ما ينفعش. هي بكل بساطة بيدوا العينة يا إما دم، يا إما بيدوها حاجة اسمها بدائل الدم اللي هي الصفائح الدموية نفسها.
وبقى يدونا تعليمات، يقول لك لو هو المفروض 150 لحد ادنى، يقول لك يعني ما تشتغلش في الحاله اقل من 70,000 الا اذا كان مكان في بنك دم، يعني عشان يكون في نقل دم بعد كده عشان تعرف تكمل العمليه. لازم كان في بنك دم، ما تخشش كده. ودي كنا ايام زمان لما بنستسهل نطلب من العينه تحليل نسبه هيموجلوبين، ما بنطلبش صوره دم كامله. تمام. نقول عشان العينه ما تتكلفش تعمل تحليل رخيص شويه، ما نسبه الهيموجلوبين ارخص شويه. ارخص طبعا. بس بتيجي بقى على دماغنا بعد كده، ليه؟ لان بيبقى في صفائح واحده ما احنا ما بنعرفش. نخش العيان تبهدل الدنيا، لان في دم بينزل ولازم في وعاده كتير ولازم تعوض الكلام ده. وما بقاش عارفين يعني السبب ايه. تمام. طب دكتور عاطف، امتى السيده ايه الاعراض اللي ممكن تحس بيها او تشعر بيها على طول تيجي لحضرتك العياده على طول؟ اثناء الحمل. اثناء الحمل ايه اللي بيحصل لها عشان تبقى تعرف ان ده نزيف وده خطر لازم اجري؟ هو نزول اي دم؟ هو اصل المفروض ما يبقاش في دم، اصل ممكن يكون في بقعه بس يا دكتور، ما يعني تقول انه عادي. ما تعرفش ما البقعه بعد كده شكلها ايه، ما احنا اوقات بتشوف ايه. بتجيلك العيانه، تيجي العيانه نازل عليها نوع دم صحيح، ونديها علاجات كده بسيطه، بس بنقول لها حاجه مهمه قوي. نقول لها الدم ده لو زاد لازم تروحي مكان فيه بنك دم، ما ترجعليش انا تاني. لان انا ما عنديش امكانيه اكتر من ان انا اقول ادي حقن ساعد على التجلط، ادي اشوف السبب ايه. وعاده السبب حتى لو في انفصال او غيره برضه ما عنديش وسيله غير ان انا ادي مواد اللي بتساعد على التجلط واطلب منها الراحه، اجازه زوجيه، الحاجات اللي زي دي. تمام. نسمع دكتور عن الحمل العنقودي. ايوه. هل ممكن يكون او يؤدي الى اعراض النزيف المهبلي ولا لا؟ هو الحمل العنقودي نوعين، حمل عنقودي كامل وحمل عنقودي غير كامل. الحمل العنقودي كامل يعني ايه؟ يعني النسيج اللي هو مكون الغشاء اللي حوالين ال 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 الطفل اللي هو مش في الطفل نفسه، الغشاء لو نيوت كده، الغشاء ده بيحصل فيه نشاط زايد قوي. فالنشاط الزايد ده الخلايا بتكتر جدا. واذا جه فتره قبل ما يتكون الجنين تبص تلاقي المنظر كله عامل زي ما بيوصفوها كده، يقول لك العاصفه الثلجيه. عامل زي بيبقى شكل عنقود العنب. هو شكل عنقود العنب. لو كانت اتكون الجنين في بقى بيسموه اللي هو غير كامل، يعني يبقى في جنين والغشاء اللي حواليه بقى سميك جدا والدنيا اتقفلت على الجنين والجنين مات وكده، وده غير كامل. بس عاده اللي بنشوفه بيبقى اللي هو كامل وبيؤدي الى نزيف برضه. هي العيانه بتيجي تقول ايه؟ تقول انا بينزل مني دم عامل زي عن ايد العنب. هي فعلا كده، زي مش العنبيه الحلوه، العنبيه المبطبطه دي السودة دي العنبيه كده، وفي الم وفي تقل تحت وفي كده. نحط الجهاز نلاقي حاجتين، الغالب نلاقي رحم كبير قوي، الرحم كبير قوي تضخم، ومش شايفين حمل جواه، انما شايفين جواه زي بيوصفوها بالعاصفه الثلجيه او زي بتاعت بيت النحله، حاجه بالمنظر دي. انما لا شايفين جنين ولا شايفين حاجه خالص، كل ده عباره عن ماء يعني زي الورم، يعني نسميه ورم. تمام. زي الورم كده. تمام كده. ندخل يا دكتور بقى على طرق العلاج، كيفيه علاج هذا النزيف اثناء الحمل. هو بالنسبه للعنقودي ده يعني ما فيش دكتور يجرؤ يدخل عينه اوضه العمليات ويدخل الاته ويبتدي يسحب الحاجات اللي عينه دي. ليه بقى؟ لان دي عباره عن ايه؟ هي ما دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن تجويفات دمويه. تجويفات، نشاط خلايا بتكتر وبينها اوعيه دمويه. فانت بتخش في ايه؟ تدخل في حاجه كل ما بتشتغل كل ما بيحصل نزيف. فكل الدكاتره بيعملوا ازاي؟ بيدخلوا العين الاول يحجزوها في مكان فيه بان كده، دول الدكاتره بيمشين صح يعني. وبعدين يركب لها الست محلول ويحط فيها الماده القابضه للرحم واللي بتفتح العنق. يبتدي يحصل انقباض زي الولاده كده، انقباض للعين، ينزل الورم ده، هنسميه الورم ده، كل ده ينزل ده ينزل كله مع بعضيه. ينزل بعض. وبعدين يجي يعمل سونار يلاقي الرحم كويس وزي الفل. تمام. يبتدي بقى ايه؟ يخش في مرحله تانية، ان العيانه دي عشان تصل للمرحله دي في هرمون، في نوع من الهرمونات بتبقى حاجه اسمها اتش سي جي، حاجه كده بيبقى رقمه عالي قوي. رقم خطير، لازم يخفضه. يعني مثلا المفروض يكون، كان المفروض يعني الحمل ده مثلا كذا اسبوع، كان المفروض مثلا يبقى 10,000 مثلا. يبص يلاقي مثلا 40,000 50,000 70,000، ارقام كبيره قوي. تمام. ما تمشيش بقى العيانه تروح بيتها، لا، تفضل تاخد حقن معينه زي حقن بتاعه السرطانات اللي اسمها ميزوتريكسيت، في حاجات كده. المهم تاخدها
تفضل تاخدها لحد الرقم لما يقل 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 يقل. الدكتور بقى يبتدي يطمن لما يلاقي الرقم وصل اقل من 3000، ممكن بقى يخلعها تمشي. تمام. ويقول لها كل اسبوع او كل شهر او كل مده تعملي تحليل اللي هو ده اللي هو العدد ده، وتشوفي لما ينزل خالص ويقل عن 5 ومطمنه خالص عاوز تحملي تاني احملي، يبقى الحمل امن بعد كده. امن تمام. انما العيانه اللي بتستعجل والرقم عالي عاده بيحصل لها تاني برضه نفس المشكله تاني. طيب دكتور، ندخل بقى على النزيف ما بعد الولاده. اولا يا دكتور، امتى بيحصل؟ هو الولاده في الولاده 3 مراحل. تمام. طيب في نزيف قبل الولاده، قبل الولاده مباشره، لان قبل الولاده بكتير يبقى اثناء الحمل بقى. قبل الولاده مباشره، واحنا قلنا الولاده يا اما من الاسبوع 28 لل 37 تبقى ولاده مبكره، يا اما بعد 37 لحد 40، او في ناس بيقول لحد 42 يعني. المهم يعني تبقى الولاده مش طبيعيه. الولاده اللي هو الحي اللي ينزل بحي كامل النمو اسمه كده يعني. تمام تمام. انما الطبيعيه ده يعني من تحت او من فوق. ده قصه ثانيه. طيب في نزيف قبل الولاده وفي نزيف اثناء الولاده، ده اللي اثناء الولاده ده اللي احنا بنشوفه احنا بنولد الست قبل الولاده على طول. يعني في عيانه بتيجي عندها نزيف، يعني ما كانش عندها نزيف قبل الولاده. هو أسوأ الأسباب اللي هو المشيمة المنخفضة، أسوأها. أو المشيمة المنفصلة أسوأ الأسباب. وبعدين لو مرتبطة بحاجة مرتبطة بصحة الست زي الضغط العالي أو تسمم الحمل أو أمراض تانية زي أمراض التمثيل الغذائي، يعني مرتبطة بحاجات تانية. تمام. أو عيانة عندها استعداد، يعني هي العيانة عندها سيولة في الدم و و و و الحاجات دي كلها علاجها إيه؟ علاجها إن لو الدم كتير لازم ننهي الحمل، حتى لو العيل ده هيروح حضانه لازم لازم ننهي الحمل. ما نقولش مثلا دي تبقى ولاده مبكره، لا مبكره بس ننقذ العيان. عشان كده بنسمع عن ان في طفل اتولد في الشهر 7 او قبل كده كمان. ما هو معظم اللي احنا بنولدهم باستعجال بيبقى يا 7 يا 8، انما في 9 ده ما بقاش يعني. نسقف العيانه بس العيل بيعدي على خير. طبعا. انما 7 و8 ده بيبقى طبعا اكيد في مشاكل. ومشاكله بتبقى في ايه بقى؟ ان احنا اللي بندي، احنا اللي بنولد. فما بتكونش واخده لسه، ما عندها انقباضات في الرحم، فالماده اللي بتخلي الصدر ده يفضل من السوائل اللي فيه مش موجوده، ما فيش انقباض. فينزل عيل عاده يقول لك العيل ده شرب من امه. هو شرب من امه يعني ايه؟ يعني في الولاده الطبيعيه والولاده اللي العيانه بتاخد حقن وقصه كده، خصوصا الطبيعيه، الرحم انقباضه ده نعمه من عند ربنا. ده بيفضي صدر العيل وبيخلي العيل نازل فايق واحسن، احسن من اللي احنا بنعمله في القيصريه. تمام. فالنزيف قبل الولاده ده من الحاجات اللي لازم ليها تجهيزات، يعني لازم تولد في مكان اذا كان المشيمه منخفضه او غير مكان. بس الدكتور حضرتك اكيد بتبقى عامل حسابك او بتبقى عارف. لا ما بعرفش اعرف منين. هو يعني دلوقتي بذلت مجهود مش بتتابع مع حضرتك او كان في مع جوزها اجتماع او وقعت على ظهرها وهي بتمسح السيراميك، والسيراميك بسم الله ما شاء الله انتشر في بيوتنا دلوقتي. شويه صابون عليه او شويه ماده زيت من صابون السائل ده تبص لها وقعت على ظهرها، ومعظمهم بيجوا كده. وانفصل جزء وحصل نزيف، هتعمل ايه؟ انا اتوقعها ازاي يعني؟ طب بتلحق تعالج الكلام ده ازاي يا دكتور؟ لا هي اذا حصلت قدامي وانا في اوضه عمليات خلاص بتنزل البيبي بدخله على طول على طول. يعني بتكون عيانه داخله وبالصدفه يعني جايه كده. انما غير كده ببعتها مستشفى فيها بين كده عشان احتمال. اصل المشكلة لا مش احتمال، هو لقوا ان في نسبة كبيرة جدا من اللي بينزفوا قبل الولادة بينزفوا بعد الولادة. عشان كده بنقول للعيانين دول اللي خلاها نزفت قبل الولادة احتمال وارد، خصوصا لما يكون عندها ضغط او تسمم حمل. احتمال وارد انك تنزفي بعد الولادة، والعيانة لازم تكون فاهمة كده ان هي تبقى مستعدة لكده. وعندها مثلا امكانيات، لو في قطاع خاص يبقى عندها امكانيات انها تشتري دم. تمام. عندها امكانيات يبقى لازم مكان الحكومة في بنك دم. لازم كده. تمام دكتور، احنا اتكلمنا على نزيف ما قبل الولادة مباشرة، نزيف بقى ما بعد الولادة امتى؟ انا اعرف ان في نوعين، نوع مبكر ونوع متأخر. تمام. نتكلم عنهم ونقول لهم سيد المشاهدين. هو في الاول في نزيف اثناء الولادة واحنا بنشتغل. النزيف اثناء الولادة ممكن يكون ليه اسباب كتير قوي، اسباب ليها علاقة بالعيانة وخلاص دي بقى وارد انها تنزف في اي وقت سواء طبيعي او قيصري. مشكلة النزيف ايه بتاع الحوامل؟ ليه النزيف ده يعني زي ما نقول كده حاجة محتاجة اهتمام شديد مع الحمل مع الولادة؟ الشرايين اللي بتغذي الرحم دي خطيرة قوي، سرعة الدم فيها بتوصل لما يصل 312 سنتي في الدقيقة. يعني لو في شريان مقطوع على جوانب الرحم
العينه بتفقد كل دقيقه تلت لتر دم. فالدكتور لو ما عرفش يتصرف خلال 10 دقائق هتفقد قد ايه؟ هتفقد 3 لتر، هي كل اللي عندها 6. اللي يفقد 50% عدد ما بيعديش. فحاجه خطيره قوي. تمام. ده اثناء الولاده. اثناء الولاده. انما بعد الولاده بقى في اسباب كتيره وفي اسباب بسيطه وهايفه. زي ايه؟ ودي حاجات يعني المفروض الناس الدكتور حتى يعني يكون صغير يهتم يبقى يعني. عارف. لو البول اتحاش جوه الست يعمل نزيف. البول يعني ملوش علاقه بالرحم. ففي اسباب هايفه قوي زي البول، ان يجمع البول في المثانه فما المثانه تبقى مليانه تضغط على الرحم تمنعه من الانقباض. في اسباب ثانيه ان الرحم ما بينقبضش. طب ما بينقبضش للرحم سواء طبيعي او قيصريه. عيانه مرهقه يعني عيانه بقى لها يومين بتولد. فالرحم بقى زي اي عضله في الدنيا يعني بقى مرهق مش قادر ينقبض. فبتبتدي بقى تظهر هنا نزول الدم خلال اسوأ فتره بعد الولاده اللي هي الساعتين الاولانيين. مش اليوم او اليومين او الثلاثه، لا الساعتين. اول ساعتين هو لحد اول 24 ساعه ده بيكون هي عاده لو ساعتين وعدت على خير. عاده ما يبقاش في مشاكل. اصل ساعتين عدوا على خير يعني ايه؟ يعني رحم منقبض. ما بدل ما فيش دم يبقى ما فيش اسباب ثانيه. ما هو في رحم منقبض بس العين عندها سيوله فبقى منقبض بس اللي في دم بينزل. يعني في رحم بقى اللي هو المرتخي وكده دي مشاكله بقى هتبان خلال الساعتين. تمام. فهي عاده الحمد لله يعني ما بيعدي الساعتين الاولانيين بنبقى مطمئنين يعني. طيب دكتور عاطف للاسف احنا وقت حلقتنا خلص. يعني كالعاده الوقت بيجري مع حضرتك بسرعه جدا. مشاهدينا الكرام في ختام حلقتنا بحب اتوجه بجزيل الشكر لدكتور عاطف عبد الحفيظ استشاري النساء والولاده وعلاج تاخر الحمل. دكتور عاطف شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. تسلم. مشاهدينا على الوعد بالتواصل الدائم مع حضراتكم في حلقات اخرى قادمه. دمتم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.